أكدت سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن إعداد القيادات وبناء القدرات القيادية لمنتسبي البرنامج القيادي هايبو يوث يعكس نهج دعم المعرفة والإبداع والاستثمار في المواطن البحريني. نعم، هذا النهج يترجم حرص مملكة البحرين على الاستمرار في تنمية وتطوير مهارات الشباب القيادية وتوفير الفرص التي تكفل مشاركتهم في مسيرة التطور والتنمية المستدامة. جاء ذلك خلال جلسة حوارية التقت فيها سعادتها مع السيدة دلال الغيص الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية لمنتسبي الدفعة السادسة من البرنامج الذي ينظمه معهد الإدارة العامة بالتنسيق مع وزارة شؤون الشباب. من جانبها قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين للتنمية إن الشباب البحريني هم الثروة الحقيقية لهذا الوطن وهم أمل المستقبل، معبرة عن ثقتها بقدرة الشباب على تحقيق التطلعات المستقبلية وتجاوز التحديات، مشيدة بالدور الريادي الذي يقوم به معهد الإدارة العامة في تنمية القدرات القيادية للشباب وتهيئة كافة الظروف الملائمة لتحملهم المسؤوليات الوطنية. البرنامج يرتب لنا لقاءات مع قيادات وطنية من قطاعات مختلفة. هذه اللقاءات جدا مهمة لنا كشباب، نستفيد من تجاربهم وخبراتهم في القيادة، وإن شاء الله أن احنا نستفيد منها في المستقبل وفي تجاربنا ونكون احنا قادة المستقبل. برنامج هايبو بصراحة برنامج جدا جميل، برنامج قيادي وطني. أكيد اكتسبت في هذا البرنامج عدة مهارات ساهمت في صقل شخصيتي كشاب بحريني. في هذا البرنامج احنا نستقبل قيادات وطنية، نكتسب من خبراتهم ونتعلم منهم بعبارة سموه حب التحدي وعشق الإنجاز. في عدة تحديات احنا نسويها منها البحث العلمي اللي من خلاله نشوف المشاكل والتحديات اللي تواجه مملكة البحرين علشان نوصل صوتنا من الشباب للشباب.